بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية راح نتعرف على أهم الأساسيات بالفوتوشوب، بدءا من القوائم اللي فوق والأدوات الأساسية اللي نحتاجها. بالبداية عندنا النيو اللي من خلاله نقدر نسوي صورة جديدة، وأوبن اللي هي من عندها نقدر نفتح صورة موجودة عندنا أو ملف مال الفوتوشوب موجود عندنا. وعندنا منه نقدر نسوي لها استيراد، إذا عندنا مثلا سكانر نقدر ناخذ الصورة قبل من السكانر للفوتوشوب ونقدر نحفظها كصورة من عندها. ورا ما نفتح أي صورة عندنا راح يتفعل عندنا السيف، راح يتفعل عندنا السيف أس. كقاعدة ذهبية يعني هذا الموضوع، لازم كل صورة نفتحها لازم عندنا نسخة ثانية من عندها في حال إنه التعديل اللي سويناه عليها ما عجبنا أو ردنا نغيره، أو مثلا يعني ردنا نكبر او نقص منها فد شي. فاذا عدلنا على صورة واحدة ما راح نقدر بعدين نرجع لها، لذلك لازم تكون عندنا نسختين، يعني حتى واحدة نعدل عليها وواحدة تبقى هي الاصلية احتياط. هنا عندنا الادت اللي بيها من خلالها عندنا الاندو، اذا سوينا فد شي وردنا نرجع من عده ما عجبنا ندوس اندو او اللي هي كنترول زد، بالاضافة الى الكات والكوبي والكوبي ميرد والبيست. وعندنا هنا الفل ايضا راح نحتاجه اذا ردنا نملي الصورة، نمليها مثلا بفد لون معين او نمليها بباترن معين. عندنا هنا الترانسفورم والفري ترانسفورم ذني كأبعاد صورة أو التعديل على السلكشن مالتها. وهنا جوا الإعدادات مالتها اللي هي الجنرال والإنترفيس ذني أغلبيتهن هن مال التحكم باللغة. إنترفيس هنا عندنا مثلا اللغة مالتها واللون مال لون الخلفية اللي مال الصورة والأداء اللي هو استهلاكها من الرام، ايش قد تاخذ نسبة من الرام. عندنا هنا الوحدات والمسطرة اللي اذا نريد نظهرها وما نظهرها. عندنا هنا الامج، لما نفتح اي صورة راح يتفعل عندنا الاوتو تيون الاوتو كونتراست والاوتو كولر. خلينا نجرب نفتح نفس صورة يعني حتى يكون الشرح اوضح. مثلا هاي الصورة ساعدنا، نقدر من خلال الايمج هاي الاوتوتون نقدر هو يسوي تعديل تلقائي لها، واذا ما عجبنا مثلا نقدر من خلال الادت نروح على اندو اوتوتون نرجع. عندنا الاوتو كونتراست والاوتو كولر يعني للتحكم بالوضوح مالتها، وهنا باللون من ناحية التمبرتشر مالته اكثر شيء. هنا الـ image size ذا مثلا حجمها هي ايش قد، هنا تشوفون اللي الحجم اللي هو قاعد يظهر عندنا 45 ميجا. هنا بالبكسل نقدر نسوي بالبيرسنت طول والعرض، ونقدر مثلا نسوي لها النسبة بيناتهم حتى ما تصير الصورة عندنا مشوهة مثلا، بعدين نضغط اوكي. الشغلة الثانية اللي هي الأهم شيء يعني تقريبا باستخدام الفوتوشوب هي اللايرز، لأن هي اللي من خلالها نقدر نمسح أو نسوي وحدة جديدة نيو لاير، كريت نيو لاير أو ديليت لاير أو أد لاير ماسك. وهنا اللينك لايرز اللي هو يربط بين يعني طبقتين. من الشغلات المهمة الثانية اللي عندنا الإفكت اللي يصير عليها، مثلا هنا النورمال أو مثلا خلينا نجرب مثلا لون أسود أو أبيض. راح تلاحظون هسه لما نغير بيهن تشوفون شنو تأثيرها على الصورة اللي قاعد يصير.
هذا اكثر شيء يبين اذا صورتين يعني قاعد ندمجهن سوا. بس هو الغالب انه هو المستعمل النورمال اللي عندنا هنا. الوضوح مالتها مثلا هي شقد، كل ما يقل الرقم يقل الوضوح مال الصورة اللي هنا عندنا، كل ما يزداد يزداد الوضوح مالتها. بس هنا هاي حاليا اللاير ما نحتاجه، ندوس على ديليت، يقولك ديليت ذا لاير. يس، من الأدوات الأساسية اللي موجودة عندنا أداة الموف، اللي هي من خلالها نقدر نتحكم يعني نصعد الصورة أو ننزلها أو نصغرها أو نكبرها. اللي عندنا هنا نحتاج هاي الشون ترانسفورم كونتراست اللي تحدد لنا الأركان مال الصورة والتحديد مالتها. هاي الأداة الثانية اللي هي مال سيلكشن، اللي من عندها نقدر نحدد صورة كلها أو جزء من عدها، مثلا بس هالجزء. لما نرجع للموف راح تشوفون إن طلعت عندنا هنا الأركان مالتها، نقدر نمشيها أو نغير مكانها أو كل شي نسوي بيها. نقدر هاي نهم نقدر نكبرها ونصغرها مثل ما قاعد تشوفون. وهنا نعطيها موافق حتى تثبت المعلومات، او نقول له كانسل ترانسفورم. هنا عندنا فوق العرض والارتفاع، هنا الزاوية مثلا لو حطينا 20 راح تشوفون ان الصورة دارت بمقدار 20، بس انا هاي ما اريدها حاليا. هنا اللي يربط العرض بالارتفاع، بحيث انه كل ما تزيد العرض يزداد الارتفاع وياه، او كل ما يقل العرض يقل الارتفاع وياه. الاداة الثانية هي التحديد، بس هالمرة راح يكون مثل عشوائي وانت تتحكم بيه، يعني مو كشكل ثابت مثل ما كان ذاك السلكشن. هذا سلكشن هو عبارة عن مستطيل او مربع او حسب اللي شكل اللي تريده. هنا عندنا نقدر مثلا نضيف عليها هذا التحديد مثلا حتى يصير هيجي هالشكل هذا اللي عندنا، او نقتطع من عنده هالشي. قاعد تشوفون اللي قاعد يطلع شكل الماوس قاعد تصير ناقص لما قاعد نحذف، ولما نريد نزيد صار زاد. وهنا هذا الشكل هنا طلع عندنا المشترك، بس مثلا هسه هاي طلع عندنا بس هذا المربع اللي هو ناتج تقاطعهم مال الشكلين. هنا هاي الأداة هي اللي أكثر هي استخدام، هوك سيلكشن تول. هاي تستعمل اكثر شي بالوجوه، اذا نريد نحدد وجه او فد شي. هي عبارة عن دائرة بها قطر معين، هذا هو الدايمتر مالتها والقوة مالتها. مثل ما قاعد تشوفون هنا هي الشكل ماس اللي قاعد يصير عندنا، هذا يفضل انه يكون بالتحديد 100، والقطرة تتحكم بيه حسب دقة الصورة او الشي اللي تردون تحددوه. من هنا نقدر نضيف عليها، يعني مثلا هنا نضيف هذا الجزء بعد، ندوس عليه ونضيف هذا الجزء. بس اذا اردنا نلغي هالتحديد هذا ندوس هاي الناقص. مثل ما قاعد تشوفون قاعد يختفي التحديد اللي قاعد ندوس له ناقص. هاي أداة الكروب، قص، نقدر من خلالها نحدد على أي جزء نريده.
مثلا بس هالمكان، قاعد يعني يشوفون ان المكان اللي حددناه يصير بلون الحقيقي، واللون الثاني اللي خارج عنه يكون لون اغمق شوية. اذا نريد نعطي اوكي نختارها، صار عندنا هسه هي هاي الصورة الجديدة. او مثلا ما ردنا نقدر ندوس اندو او كنترول زد. نها هاي مثل القطارة، يعني نقدر ناخذ من عند هاللون، وتلاحظون النتيجة هنا تطلع تكون مال اللون اللي اخذتوه. وإذا تردون ترجعون على الإعدادات الطبيعية ما تدوسون دي اللي هي ديفولت. هاي اللزقة هي مثل لاصقة الجروح، هاي تعتبر اللي زالة الشوائب أو الأشياء الغير مرغوبة من الوجه مثلا، خاصة يعني هي الوجه أو مرات بالصورة. إذا بيها مثلا بيها تشويب بسيط هيك صغير، نقدر من خلال هاي الأداة إنه نعالجه. هاي الأداة البراش الفرشة نقدر نتحكم بالأرض مالتها، قطر مالتها والقوة. وعندنا هنا أشكال، هي يعني مثلا إذا ما حابين الشكل الدائري مالتها الاعتيادي، تقدرون تضيفوا لها إذا كان فوتوشوب مالتكم يعني قابل للإضافة، أو عندكم بعد فرش يعني زايدة أو تحت المتناول الإيد. بس نكبر حتى أرويكم في مثال بسيط عنها. هسه هنا القوة مالتها احنا حاطيها صفر، فقاعد تشوفون إنه الحدود مالتها مثل صار بيها تمويه أو هيك شي. بس إذا حطينا القوة مالتها مثلا 100% راح تشوفون إن الحدود مالتها كلش حادة. تقدرون هاي بالإرازر تمسحوهن، بس هنا راح تمسح لكم حتى الخلفية. لذلك يفضل ان تحط لكم لاير ثاني حتى اللي تعديل عليه يصير هنا. بس نقدر ندوس على الاندو، او تقدر من خلال ويندو تحط الهيستوري هنا يمك، بحيث ان تشوف شنو الاشياء اللي سويتهم. بعدين نفرق ديليت. هنا عندنا الستامب، هذا ياخذ لك من جزء حتى تضيفه على جزء ثاني. نقدر بالهمين يعني انه نكبر ونصغر بيها حد ما يصير الشيء اللي هو يلائمنا والقوة مالته. هنا مثل ما تشوفون ما تقدرون تضغطون مباشرة. couldn't use the clone stamp because the area to clone has not been defined. Alt زائد كليك، لازم تضغطون على فد مكان اللي تردوه حتى تنسخوه بغير مكان. تدوسون Alt تشوفون ان شكل الماوس تغير عندكم، تدوسون كليك.